السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس اللي معنا نقول مرحبا بكم في قناه شوبر دي زيد اليوم الحصه تاعنا وين رياض محرز يطمئن الجزائريين انتظروا منا الافضل ان شاء الله يا ربي يا ربي ديروا القلب وتعاودوا تردوا هذيك الجرينطه تاعكم وهذيك الحراره تاعكم لي والفناها والفناها فيكم على بالكم انا ربع ساعه نص ساعه باميني مكاشين كانش نحسوا باللي مكاش ما قاع كاع والفنا هذيك الكل يبحث على الفوز الكل ذا يعطي ذا يد يد تمد اليد هذه لنا انا من عندكم العبوا وتخسروا والله العظيم انا نهدروا تلعبوا مليح وتخسروا وشوفوكم باللي خسرتوا والله غالب يعني مكاش مشكل بصح ماشي بطريقة أمام سيراليو سي محمد سيراليون جاو في في فلايكا سيراليون جاو في فلايك حنا شوف 2014 لعبنا أمام ألمانيا وخسرنا فرحنا فرحنا قلنا لعبنا بصح يا سي محمد أو تلعب لينا بارتيا كيما ما على بالكمش كاع الشعب راه موراكم يا سي محمد شعبه موراكم هذه امه راهي موراكم انا واحد 50 مليون لستين 60 مليون راهي محمد هم زعاقه شعبه مسؤوليه كبيره تقول رطوبه مشي تخرج فاصا فاس انا مازال انا حاجه اللي ما غاديش نامن بها خارج لي فاصا فاس تقول رطوبه رطوبه صحه كاينه الحمار كاين الستاد قلتو خاسر كاينه بصح ماشي فاس تقولي تقولي لي, تقول لي رطوبه مركيها فاس مشي ماشي تجيك باش تبلوكيها تحطها وت, ودي, وتحط و, وتيري مليح تقول لي رطوبه ما كاش لي كان وحده كيما ما راني يعني نقول بلي بنت بكال لعب مليح تاع بنت بكا في مكان هذيك وحده بنت بكا خويا طق حط وحده تاع محرز وحده تاع تاع سليماني وحده تاع ابراهيمي تما كاع الناس ضيعت كاع ضيعت ستين بالمئة, بالمئة نسبة استحواذ الاخرين ربعين بالمئة برك بريمير ميتون سيراليون سنين وثلاثين بالمئة نسبة استحواذ دوزيام ميتون حنايا ستين بالمئة استحواذ سيراليون بريمير ميتون دايرين واحد وتسعين تمريرة نحن <تشفت> ميتين وزنين وستين تمريرة بروميير ميترو هذه شوية صح معليش غادي نفوتو هذا الخطر ها نقارعو لكم الجاية إن شاء الله أنا أصلا راني نقولكم بلي المباراة تاع سيراليو نساوها النقطة هاديك حطوها في الساكة خلوها اربحونا لنا دو ماتش ومن بعد نجبدوها ونحطوها ونديرو سبعة سبعة ونقطة هذه هي هذه دروك لازم تربحو لازم تربحو غادي تربحو ثمانية تاع كما وكاين شويه كاين شويه كاين كاين تنيغوسو وين وجه قائد المنتخب الوطني رياض محرز رساله قويه ومطمئنه للجماهير الجزائريه بعد بدايه البدايه المخيبه لمحاربي الصحراء في كاس امم افريقيا بالكاميرون عندما اكتفوا بالتعادل السلبي في مع المنتخب السيراليون امس الثلاثاء يعني يوم امس الثلاثاء 11 أه جونبي في افتتاح مباراة المجموعة الخامسة ما شكل صدمة قوية للجزائريين الذين تعودوا على الانتصارات منتخب بلادهم في السنوات الثلاثة الماضية وتعثر المنتخب الجزائري أمام سيراليون على استاد يعني مدينة دوالا الكاميرونية وفي ظروف مناخية بسبب إجراء مباراة ظهر وسط درجة حرارة ونسبة الرطوبة عالية ما جعل الجزائريين يتخوفون من سيراليون مفاجآت ما صعب دورات كاس امم افريقيا الماضيه لا سيما ان ابطال النسخه الاخيره عجزوا عن الاحتفاظ بلقبهم في الدورات التاليه يعني نقولوا باللي لي زيكيب يعني شاهدنا واحد داير باللي خرجوا يعني ما نحوسوش وين رساله رياض معرض رس تحفيز اضافي للجماهير الجزائريه لم يتردد النجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز في الرد بعد خيبة الكبيرة التي شعر بها الجزائريون بسبب التعادل مع السيراليون وسرع إلى توجيه رسالة قوية لإطمئنانهم وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي الأستغرام حيث نشر صورة جماعية للمنتخب الجزائري خلال مباراة وعلق عليها لم تكن بداية التي أردناها لكننا نعرف اننا انه يمكننا ان نقدم ما هو افضل وتحيا الجزائر المهم رساله هذه اكدوها لنا في الملعب يوم 16 جونفي الاحد على الساعه الثامنه اكدوها اكدوها اكدو هذه الرساله هذه هي لازم تديروا اليد في اليد خاطر عندنا كل باغي يسجل هذه مكاش لازم تعاودوا تردو الروح المجموعة يجب إرجاء الروح المجموعة هذه ما رسالة قائد المنتخب الجزائري جاءت من منطلق شعوره مع زملائه بالمسؤولية بعد تعثر في مباراة الأولى بكأس أمم إفريقيا ما جعله يقدم وعد للجماهير الجزائرية بتعويض هذه النتيجة المخيبة بالمباراة الثانية أمام المنتخب غينيا الاستوائية يوم 16 جوبي يوم الأحد خاصة أن هذه المباراة ستلعب ليلا ما سيجنب زملاء محرز درجة حرارة مرتفعة ونسبة الرطوبة العالية التي كان سبب رئيسي في مردودهم المتواضع أمام سيراليون ويذكر أن محرز اكتسب آه، صفة قيادة بارزة في المنتخب الجزائري منذ توليه جمال بلماضي قيادة صيف عام 2018 ما دفعه إلى القيام بهذا الدور داخل الملعب وخارجه حنا المهم عندكم دروك لابير هذه راهي عندكم أنتم فرحونا وصيف حنا رانا موراكم رانا موراكم قلبورا رانا ندعو يعني أنا نعايلو ننتقدو بصح شتي لا كيما يقول لك نمزغوكم ما نسورتوكمش نمزغوكم بصح ما نسورتوكمش ما منافقين كاين اللي بزاف في اليوتيوب شاهدتهم البارح قالك لك الرطوبة اليوم قال لك لعابة ما بغاوش يلعبوا بالماضي لا لعابة ما بغاوش يلعبوا بالماضي لعبوا لي عليهم ما مركاوش الله غالب الله غالب هذه هي دروك ما قاوش لعابه ما بغاوش يلعبوا لعابه كاين لي خبيث في اليوتيوب خباثة بزاف يعني يضربها هاك يضربها هاك يضربها قوش دروات ويشوفها وين رايحه يعني يقول لك انا نكذبها في الوسط الى اليمينو غادي نولي طايع عليهم خسروا الكاليفو راني نقول تحيه تحيه بونجاح اليوم كاع صبحو يعايروا في بونجاح، نهار اللي بونجاح قلنا لكم يا ودي بونجاح مش تاع البارسا راكم غالطين بونجاح يلعب البارسا، يعني يحترموا. احترموا احترموا اللعاب واحترموا ما كاش منها، اه قال لك هذو أعداء تاع بونجاح، اليوم هما راهم يعايروا في بونجاح. اليوم هما راهم يعايروا في بونجاح. يا ودي ما كان لا خاطر، واحد أرسل لي قال لي المنتخب الجزائري خاطر بسبب تهديدات إرهابية، يعني ما كان لا خاطر لا والو. كاش كاع خاطر خاود هادي مكاش هادي خاطر هادي مين جاي خاطر هذا خاطر كاع مكاش يا هدرا هادي غيمي تونس دارت ماتش نيل خسرت وحنايا واحد الاتباع تاع الفيرما سابقا رغم يطلقوا في الدعايات هذي سوف تنسحب المبصر والناس تنسحب سوف من الناس سوف من هذه بركاونا بركا خلونا خلونا نعيشوا اللحظات هذه غادي نربحو تنساو باللي غادي ينسحبوا تنساو السطات كي والو تنساو الرطوبه تنساو الحراره تنساو كلش نهار حد كي نربحو غادي تنساو كلش غادي يخرجوا تاع دوك جماعه كيما اضرب جمال كلاونا جمال اضرب اي كيف كيف ما ما نعرفوا واش كاين نعرفوا واش كاين نعرفوا الناس موجوده نعرفوا ما ينهدوا الصح كاع الصح مكاش يخرجوا يخرجوش يدافعوا على واحد تكون معاه دافع عليه والله ندافع عليه والله وداخل جهنمه الا قلت له لا هذيك هذيك الجنه دافع عليه مهما كان الثمن خاص الرابح ني واقف معاه انتوما ما كاينش انتوما تحوسوا الرابح برك شو كيفاش داروا عليهم قال لك لا اللعابه ما بغاوش يلعبوا الجامه بالماضي كارطيات هذو كارتيات برك ماشي شي على كنت عارفو كود قادم. منتخب وطني ما ينجمش يغش بلا ما ينجمش يغش 45 مليون ولا 60 مليون يتشوف فيها تعس الغشة ما بغاش ما يع ما نقول بلي ما عرفش يدخلها وصاي داروا كلش بندب كفانيك بند كيراكم تقولوا بندب كفانيك بانيك ما بغاش يمركي بالرحمه بانيك ما بغاش يمركي بركا وانا لو شيطان راكم كبار الطفلات انا يعني لو شيطان